سؤال، هل يوجد إثبات كتابي في الكتاب المقدس عن الرهبنة؟ واحد إنجيلي سألني هذا السؤال فلم أستطع الرد عليه لعدم معرفتي، وقال أيضا لماذا هم متوحدين في الكتاب، وقال إن هذا يعتبر محبة لخلاص أنفسهم فقط. الوحدة في الجبال موجودة في الكتاب المقدس، من أمثلتها إيليا النبي كان متوحد عند جبل الكرمل، يمثل حياة الوحدة في العهد القديم. وأيضا إليشع النبي كان كذلك أيضا. ومن الأمثلة للوحدة في الجبال المشهورة جدا يوحنا المعمدان الذي قيل عنه في إنجيل لوقا أنه فضل عايش في البراري طول عمره إلى أن ظهر لإسرائيل لما بقى عمره 30 سنة. فتفاصيل الرهبنة موجودة في الكتاب المقدس، وإن كانت لم تظهر كحياة زي ما شفناها دلوقتي إلا في أواخر القرن الثالث أيام القديس الأنبارتونس. فالرهبنة عبارة عن وحدة وحياة صلاة وحياة بتولية، وحياة البتولية موجودة في الكتاب المقدس أيضا في حياة إيليا النبي وفي حياة يوحنا المعمدان وفي حياة يوحنا الحبيب وفي حياة بولس الرسول وفي حياة المسيح نفسه. فاتجمعت الحاجات دي كلها وبقت مع بعض. ثم ايضا هذا البروتستانتي ايه اللي تعبوا في الموضوع ده؟ يعني ناس عايزين يعيشوا مع ربنا في حياة الصلاة والوحدة، هو متضايق من دي فين؟ ايه اللي يتعب ضميره فيها يعني؟ ولا مجرد النكش واحد عايزين كشو بس؟ قوله اللي تعبك في ايه؟ لكن تفاصيل حياة الرهبنة موجود في الكتاب المقدس زي ما قلت لكم من الناحيات. ولذلك احنا في المريحة بتاعت أنبرتونيوس قلنا فيه اعطيت روح إيليا وحنا النبي ويوحنا بن زكريا، لأن الثلاثة دول كلهم كانوا عايشين زي حياة رهبنة. وحنا النبي قعدت بعد ترملها لغاية 80 سنة وهي متوحدة عاكفة على الصلاة والتسبيح. هو لو واحد انجيلي يسألك كده خش انت عليه، يعني ايه تخش عليه؟ يعني لا تأخذ باستمرار موقف المدافع، انما خش ايضا موقف المهاجم واسأل، قل له الكتاب بيقول من لا يأكل جسدي ولا يشرب دمي لا يسكن فيا ولا أنا فيه ولا تكون له حياة أبدية. وانت فين بتأكل الجسد وتشرب الدم؟ تبقى راحت عليك، مالكش حياة أبدية. تخش كده وتمسكها له واحدة واحدة، تقول له طب احنا لينا شفاعة عند القديسين وبناخد بركتهم ومساعدتهم، وانت غلبان يا عيني مالكش حد يقف جنبك من القديسين، تبقى انت الخسران ولا الكسبان؟ لو حد يناقشك
عندك كتاب اللاهوت المقارن اللي انا طلعته لكم اقعد اقرا فيه ونقشه وبعدين نقشه ايضا في موضوع الكهنوت. وعندك كتاب الكهنوت اللي انا قلته لكم وقول له فين الكهنوت اللي عندكم، ما هم عندهم ما فيش كهنوت، حتى اللي اسمه القس فلان يقصدوا به راعي مش كاهن، لا يؤمن الا بكاهن واحد في السماء وعلى الارض وهو يسوع المسيح. وخش معه في المناقشه، خش معه في المناقشه، قول له الكتاب المقدس يتكلم عن الاسافه والخصوص، فين الاسافه اللي عندكم ولا كنيستكم ناقصه حته. خش كده جد، لكن ما تقفش ضعيف وتقول يا عيني سألني سألني مش عارف اجابته. خد الكتاب بتاع اللاهوت المقارن جزء اول، واذا ما كانش عندك انا اديك الكتاب ده هديه، بس معايا فطر احسن يجي واحد تاني اجرب فطر يطلع من الزهق اقول له لا. لو يجي صاحب الخط ده نزل الكتاب من اللاهوت المقارن، خليك شديد. بطرس الرسول بيقول كلمه لطيفه، بيقول ايه؟ كونوا مستعدين في كل حين لاجابه كل من يسالكم عن سر الرجاء الذي فيكم. اقولها لكم تاني، كونوا مستعدين في كل حين لاجابه كل من يسالكم عن سر الرجاء الذي فيكم، فتكون محصن بالايات وبالمعرفة اللاهوتية وبالمعرفة الكتابية، يخافوا منك